ضيفنا هلأ نحات وفنان تشكيلي، أعماله معروفة بلبنان والخارج ومزينة ضيعته بيت شباب. أسلوبه المميز خليه يوصل لأماكن بعيدة، حتى للهند وصل مطرح ما نصب له منحوتة بإحدى أكبر المدن الصناعية بالعالم. عبر سنين حصل على جوائز وشهادات ويمكن جوائز تقديرية كثيرة، واليوم رح يخبرنا عن تجربته الغنية بعالم الفن والخيال. برنارد غصوب، صباح الخير. صباح النور، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. حضرتك حاليا رئيس قسم الهندسه الداخليه بمعهد الفنون الجميله بالجامعه اللبنانيه واستاذ محاضر، عم تنقل يمكن موهبتك للجيل الجديد من الفنانين. الشهاده الاولى اللي حصلت عليها كانت بالهندسه الداخليه؟ هي بطبيعه انا تخرجت من معهد الفنون بفرن الشباك، وهالمعهد له فضل كثير كبير علي، ومثل ما له فضل لبقيه هالزملاء الاساتذه والطلاب. أنا اختصاصي كان دبلوم دراسات عليا في الهندسة الداخلية. نعم. رجعت الحقيقة ما اكتفيت بهالاختصاص، حبيت أعمل اختصاص هندسة الحدائق. نعم. بيزاجيسم، يلي كمان هو جزء لا يتجزأ من هالمشروع الكبير. بوقتها سيد برنارد كنت مقرر على مهنة معينة؟ كنت اخترت الفنون كمهنة لإلك؟ الحقيقة هو بدايتي كانت كان عمري 13 سنة، بدايتي كان بفن النحت يعني. بس للأسف لليوم حتى وما في أكاديميات للنحت بلبنان، مشان هيك عندنا اتجاه يكون في أكاديميات، لأنه في طاقات كتير كبيرة وما عم نقدر نستفيد من هالطاقات، ما عم نقدر نكتشف مواهبون. هذا مشان هيك شفت الاختصاص الأقرب لمشروع النحت، أقرب لمشروع الفن، هو هندسة الانتيرير ديزاين، هندسة الداخلية. ما بيمنع أنه وجودي ضمن هالاختصاص وثقافتي اللي اخذتها من هالاختصاص واجتهادات فرديه من خلال المكتبه العامه اللي كانت موجوده بالجامعه، اجتهدت تقدر اكون ثقافه كبيره، اقدر بالحد الادنى بمجال النحت اقدر انطلق. كيف وين ظهرت الفنون بحياه برنارد غصوب؟ قلت لي 13 سنه كان عمرك؟ كانت 13 سنه بالتحديد. هون كانت البدايه؟ كانت البدايه ب 13 سنه. انا ابن بلدي عريقه جدا، بيت شباب، غنيه بصناعه الاجراس والديمه والفخار، خلقت بضيعه نموذجيه حلوه كثير، واللي شيء تاثرت فيه اكيد هو جدي. جدي من اوائل الاشخاص اللي جابوا صناعه الفخار على بيت شباب. نعم. يعني اول فخوري ببيت شباب. والوالد كمان هذه من الصناعات الحرفيه المشهوره فيها، المشهوره ببيت شباب. بقى انا عشت هالحقبه مع جدي، اكيد صناعه الفخار اليوم اللي بحول كمش الطين لمخرزي او لدكوجي تيحطوا فيها الزيت والعرق، هذا عمل فني بحد ذاته. هذا عمل فني بحد ذاته، مش انك تاثرت بهالمجموعه اللي كان يعملها جدي، غير انه تاثرت بطبيعه بيت شباب. يعني اول مشروعي كان النحت بالخشب، يعني بالززلخت، بالتوت، بالرمان يلي هي طبيعه لبنان، وبالزيتون. وما بنسى نحتت عمل كان في احداث اليمه بلبنان جدا، العمل سميته المؤامره، وكان في ببلديه المتن كان في معرض للهواة اشتركت فيه، وهيدي النتيجه الايجابيه اللي كانت البدايه الاساسيه. 13 سنه. ربحت الجائزه الاولى، اختاروا هالعمل من بين اعمال كثير كبيره، يعني هذا كان دافع لك باتجاه الفن. ولكن عاده الاهل ما بيحبوا فكره الفنون الجميله او الفن كمهنه او اختصاص، خاصه اذا كان شاب ولدهم. اهلك رحبوا بالفكره؟ هلا اهلي صراحه ولا رحبوا ولا منعوا الفكره، لانه بي الوالد كان بصناعه الفخار، يعني كان فخوري وكان فنان. بس انا بصراحه اخذت المبادره تلقاء نفسي، يعني حتى الوالد اليوم لما بلشت مارس النحت بالخشب ما كان في اي رفض للفكره، بس لما بلشت بنحت للصخر يلي فيه معدات شوي صعبه كان رافض المشروع خوفا على ابنه. نعم. غير انه شو بده يكون في التزام بهالاختصاص للمدى البعيد، خوفا يعني على الاستمراريه بهالمجال، مش استمرارية، او خوفا على الالات. نعم. يلي هي برفورم، يعني في ممكن سلبياتها. نعم. ممكن تشكل خطر يعني اذا ما استعملتيها بشكل ملائم او حضنتيها. نعم. اكيد بتشكل خطر. بدنا نعرف كيف اتطورت بهالمجال وكيف انتقلت للرسم، ولكن بعد ما نتوقف للحظات. اوكي،
نرجع مشاهدينا للحديث بيناتنا مع النحات والفنان التشكيلي برنارد غصوب. اهلا وسهلا فيك مره جديده سيد برنارد. قبل بريك كنا عم نحكي عن بدايتك بالنحت، وكانت اذا بدك بالفطره عندك لانه انت لوحدك بلشتها. كيف انتقلت للرسم؟ الرسم بدايتي كان بالجامعه. الحقيقة تأثرت كمان بطبيعة البلدة، يعني كان رسوماتي هي عن طبيعة لبنان، عن هالكرة الحلوة، عن هالأشخاص الكبار. لبل عملت كان أول معرض لإلي هون. استمديت يمكن من خبرتك بهندسة الحدائق؟ لا، بالبدايه ما كنت بعد عملت هندسه، بعد ما اشتغلت على هندسه الحدائق، يعني بدايتي كانت اليوم هي الهندسه الداخليه، بس كان في مواد بالجامعه هي مواد الرسم والتصوير الكروكي، هذا كنا نرسم، وكان في اساتذه كثير كبار ومبدعين هن اللي ساعدونا بمجال الرسم، وانا اخذت من عده مدارس، يعني من عده مدارس فنيه، اذا بنذكر مثلا اليوم محمد القيسي، عمر الانسي، اللي هن اشخاص تشكيليين وكبار. هذا جربت اجمع بين هالاشخاص وبين دجمر هوجنز كانوا ومارتن جيزان، هذا وعملت انا، اعطيت هويه لمشروعي اللي هي كان مختلفه عن البعض بفكره الالوان. كان في تجانس بالالوان، كان في الوان شوي هيك فرابان ضوئيه، هيدا واكيد اليوم هالبلدات الحلوه بتعطيك نفس حلو، خاصه البيوض العتيقه القديمه مع كل كافه تفاصيلها، من مندلون لكوشك لقناطر لبنانيه. لبل باول معرض الله يرحمه، هون بدي اذكر الاستاذ الكبير رياض فخوري الصحافي بجريده الانوار وبالديار، كان يقول رسومات غصوب تضاهي الصور الفوتوغرافيه. حلو، يعني هيدي شغله. هالقد بتشتغل على التفاصيل للمشهد؟ هو اذا ما كنت في دال، يعني ما كنت فعلا عم فوت بتفاصيل الهندسه المعماريه اللبنانيه، بكون ببعض الاحيان عم ببعد شوي عن اجواء. يعني سيد برنار، هل بترسم من خيالك او بتنقل المشهد مثل ما بتشوفه؟ هلا هو بالبدايه كان نقل المشهد مثل ما هو بكل تفاصيله، بعدين بصير تتطور تتفوتي اليوم بالتجريدي، هيدا بس ما بين حتى بالتجريدي اذا خارجه من اطار كلاسيكي في قراءه سهله للتجريديه، لانه التجريدي شغله كمان مش هينه مثل ما بيعتقد البعض، هي مدرسه بحد ذاتها. انطلقوا من مدرسه كلاسيكيه توصلوا للتجريدي. هيك بتوصف اسلوبك؟ يعني اذا طلبت منك هيك تبعد شوي وتلقي نظره على مجمل اعمالك، كيف بتوصف اسلوبك بالرسم؟ هلا انا جربت بالاعمال اللي عم بعملها هي اربط بين الكلاسيكيه والتجريديه، يلي هي صوره سليمه للقراءه السهله. يعني اليوم انا جربت اخذ من المدرسه الكلاسيكيه ونفذت فيها شوي، اعطيتها اطار تجريدي، بس بيقدر حيلا شخص يقدر يكون عنده قراءة سهلة حتى لا مثقف، نعم قادر يشوفها أو يترجمها على طريقته الخاصة. سيد برنار، بالنحت وبالرسم كمان في مساحة كتير كبيرة للتعبير، وين بتقدر تعبر أكثر؟ بأي من هالفنون؟ أنا بقول القدير اللي عنده متريز بمصلحته بفنه قادر يعبر على كل المستويات. يعني أنا بدايتي كانت بالرسم، رجعت اتجهت للنحت. ليش؟ النحت في اكيد صعوبه اكثر. اليوم لما عم بحكي بالثنائي الابعاد، يعني 2D، غير ما عم بحكي بثلاثيه الابعاد، يعني عم شوف الشغله باطار ثلاثي البعد، يعني هون في صعوبه اكثر. مشان هيك خاصه بلبنان بتشوفي قليل الاشخاص يلي اشتغلوا على فن النحت، بتشوفي كثير رسموا بس يلي نحتوا كتير عنده هني أقلية بهالبلد. يعني فينا نقول في مساحة أوسع للتعبير بالنحت لأنه عم تشتغل على 3D. 100% 100%. في مساحة أوسع، وفي هلا صحيح في صعوبة، بس في ترجمة أجمل فكرة كاملة يمكن بتتجسد. منحوتاتك موجودة أو إذا بدك مزينة ضيعتك بيت شباب، وهي بتجسد كمان المهن أو الصناعات الحرفية المعروفة فيها بيت شباب، مثل الأجراس، مثل الفخار اللي بلشوا جدة كمان، والنسيج. أعطينا فكرة عن هالأعمال وين منتشرة كمان خارج بيت شباب.
وي نحن انا بصراحه وانا عم شوف بعض اعمالك على الشاشه كمان. بصراحه لما بلشت اشتغل خارج اطار لبنان تشجعت اكثر اشتغل على مستوى اقله ضياتي لانه اشتغلت بكل انحاء لبنان. الله وفقني بالهند وحبيت اعمل عمل لضياتي اكيد برؤيه واضحه هي بتمثل صناعه بتشاب الحرفيه. اليوم جدي اشتغل بالفخار في زملاء لجدي اشتغلوا بجراس النفاع وفي كمان زملاء اشتغلوا بصناعه النسيج والديمة. اليوم بدي ثبت هالصناعات بتشباب لان للاسف ما عاد في ارشيف لهالضيعة. اليوم إذا منسافر على إيطاليا بكل زاوية من شوارع إيطاليا في أرشيف لهالبلدة في أرشيف في تاريخ أو عمل بتجسد هالتاريخ في تاريخ كتير كبير. حبيت أنا بهالعمل يلي هو بالحد الأدنى كبير 37 طن حبيت أقدمه لبيت شباب. نعم. نحط مقابل دار البلدية اللي لها رمزية الضيعة يلي بيمثل بيت شباب. يعني اليوم اللي جاي من خارج إطار بيت شباب عم بيشوف هالتمثال يلي هو إذا بدك صورة مصغرة عن هالصناعات الكبيرة. نعم. لأنه بيت شباب كان يقولوا له عاصمة القاطع. صحيح. ضيعة الضيعات. ومن بيت شباب شو أخذك على الهند؟ والله هي الهند هي يمكن أوقات بقول ربنا بيلعب دور كتير كبير. أنا قاعد ببلدي نائية وبعيدة كتير عن أجواء البلدين الأخرى والكبيرة. يعني اشتغلت بمحترفات مارينا دي ماسا بإيطاليا ونحن كلنا بنعرف كرارا يلي هو المحجر الأساسي. نعم. للماربل للرخام. نعم. يعني للرخام. وصار صدفة أنه روح لهالبلدة وتعرفت على شخص لبناني صاحب مؤسسة إلكا بروماري هذا. من بعد فترة بعت لي باي ميل بعت لي الكونكور يعني المسابقة يلي هي بالهند لمؤسسة اسمها فلوريانا جروب. هلا لما خبرني انه في ثلاثة تليين ويوغوسلاف حسيت حالي ويني انا بهالبحر الكبير. يعني انا لبناني بهالقرية وبالمقابل في اشخاص كتير كبار نزيه بالكونكور بس ما بيمنع. قال لي برنار انت شخص كونسبتويال يعني انت شخص مبدع ممكن تصيب الفكرة وخلينا نضرب الكوز بالجرة. يعني دربت هالكوز بالجرة وبعثت لهم مشروعي على الهند. بتفاجأ بعد أربعة أيام ببعث لي تنويه رئيس بلدية باتنا. باتنا هي مدينة فيها 22 مليون نسمة. صحيح. إحدى أكبر المدن الصناعية بالعالم. أكبر المدن الصناعية بالعالم. وما صدقت بصراحة إنه نحن اخترنا مشروعك. مش بس اختاروك فزت بالجائزة الأولى على تصميم. نعم. وتنفيذ هالمشروع. الجائزة على تنفيذ المشروع. بقى أول خطوة كانت إنه سافرت على نيودلهي عملت الاتفاق ورحت انا على جبل بور يلي هو من اجمل جبال بالعالم للماربل. هيدا اخترت انا الفانتاستيك ريد وتا يقدروا ينقلوا لنا اياه على منطقه باتنا ونحتناه اون سايت يعني على الموقع. مشان هيك العمل كان كتير صعب على على طبيعه. نعم. صعبه جدا درجه حراره 55 ما عم تنحتي بفرنسا ولا ايطاليا عم تنحتي بالهند. نحطه هونيك نحطناه هونيك مع اكيب العمل. نعم. بس تنعطي فكره للمشاهدين ضخامه هالعمل يعني وزنه 97 طن. نعم. وبيرتفع 9 امتار 9 امتار ونص. نعم 9 امتار ونص بآلات جد تقليديه. نعم. جد قديمه ما قدرنا واللبناني ابضاي الهندي ما عنده ديناميك ميكية اللبناني. صحيح. يعني الأمور المفروض تاخد معنا شهر أخذت معنا شهرين ونص لأنه صار فيه تقصير من حيث المعدات. الصحافي بلبنان اعتبروا هالعمل إنجاز للبنان. من بيت شباب للهند كنت متوقع يوصل اسمك لهالمكان؟ يعني بصراحة اسم لبنان معك أكيد. الحقيقة الصحافة لعبت دور كبير. لو ما فيها الصحافة يمكن ما نحكى يمكن بعدهم بالهند عم بيحكوا عن برنارد غصوب بس بلبنان اكيد ما انحكى. وانا بعترف ما بدي لوم الكل بس بعترف صار في تقصير. نعم. هذا لا بل في كثير اشخاص اعترفوا بهالتقصير انه اليوم عمل على مستوى دول مش بلد صغيره بقريه من كره ما اخذ الاهميه اللي لازم ياخذها. مش انا عم بعمل شيء مريح اصلا. هيدي الشكوى بنسمعها من كل الفنانين اللي بنستضيفهم ببرنامجنا سيد برنارد. للاسف بعده لليوم الفنان بلبنان وعم بحكي مختلف انواع الفنون بيتقدر بالخارج اكثر مما بيتكرم ببلده او بينطروا حتى يتكرم بالخارج حتى يقدروا شوي
شوي ببلده. مزبوط، بس المشكلة كمان أنه أم باراليل في أشخاص كمان عم يتسلط الضوء عليهم، يعني لو عم نقول ما عم يتسلط الضوء أبدا مش الحال، بس أنه في أشخاص عم يتسلط الضوء عليهم، في تمييز يعني برأيك، وفي أشخاص للأسف ما عم يتسلط، في عنا طاقات كبيرة ما حدا سامع فيها. أهم بكتير، أنا نقطة برنارد غصوب، بس أهم بكتير من برنارد غصوب، أنا خوفي على هالأشخاص مش خوفي على شخصي، لأنه أنا عندي قناعة بحاجة يسلطوا الضوء علي أو ما بحاجة، هي قناعاتي وهذا مشروعي الكبير، بس لابد أن يستجيب القدر. أنت عم تحاول تغير هالواقع سيد برنارد من خلال اختيارك للتعليم، عم تنقل موهبتك إذا بدك أو شغفك لهالفنون للجيل الجديد، وأولهم يمكن ابنك أوليفر اللي عرفنا هو كمان نحات مثل ما أنت وصفت، عنده موهبة أهم من موهبة والده. أنا بصراحة أنا بقول الفن هو رسالة. أنا اليوم إذا الفن بده يكون بس لإلي مش للناس ما بكون عملت شيء بحياتي. نعم. وأنا بمصلحتي ما بخاف عليها. في كتير نحاتين، في كتير ما بيخلوا الأشخاص يفوتوا على محترفاتهم. أنا محترفاتي وبتشهد مدارس كتير كبيرة بلبنان هذا دخلوا الأولاد الصغار على محترفاتي، وهذا كان هجتي الأول. لأنه أنا اليوم حالي مرور الكرام ما بدي أترك بالحد الأدنى استمرارية هالعمل، يعني الأخطاء اللي عملوها الآخرين أنا عم بتجنبها وعم جرب أنا من خلال مدرسة صغيرة من خلال محترف صغير، وعم بتأسس هلأ محترف لتعليم النحت مجانا. نعم. ببلدتك بيت شباب. بيت شباب نعم. هلأ فيها يعني عم جرب أعمل محترف، إن شاء الله سيبصر النور إذا مش السنة سنتي جاي هذا، ويكون هو لقاء للمثقفين. وضمن هاللقاء نقدر نجمع كل فنانين البلد، مثقفي البلد، وهذا مشروع الأول وعنوان العريض. نحن منهنيك على كل هالمبادرات، ومنهنيك أكيد على كل أعمالك اللي تميزت فيها مش بس بلبنان إنما كمان بالعالم. على كل ما بتصور أنت بحاجة لأي دعاية، أعمالك بتحكي عن حالة وراح تتخلد عبر سنين. شكرا لوجودك معنا سيد برنارد. خلينا إياكي. أهلا وسهلا فيك. مرسي. وقفة جديدة مشاهدينا ومنتابعين.